ليلى برجاب، ريسبونسابل كاليتي في ستيكاب. ستيكاب شركة مختصة في الصناعات الغذائية، برودوي دونك كونسيرف اليمونتير. نعملو دوبل كونسونتري طوماط، هريسة، معجون، كاتشاب، كورنيشون، برشا حاجات، طوماط سوغيز، برشا حاجات. شفنا برشا هريسة البرة تتباع في الأوروب، في الأمريك، ماهيش هريسة تونسية وما تشبهش للهريسة التونسية. قلنا علاش لا ندخلوا للأوروب والأمريكا وبلايس واحد أخرين معناها بالهريسة التونسية الصحيحة متاعنا. جاي البومبات عطانا بروبوزيسيون باش أنادير في الفود كواليتي لابيل ونخدموا هريسة سو لو كادر دي فود كواليتي لابيل. بدينا في 2014، عملنا كايد شارج، عملت هي البومبات مع جيكار كايد شارج والمعامل اللي دخلت وكانت مستعدة باش تعرف بالهريسة التونسية في الخارج، دخلت في الفود كواليتي لابيل وكانوا مستعدين باش يجاوبوا للكايد شارج ويكونوا كونفورم للإكزيجونس نتاعها اللي هي أهمها لافريشور نتاع الفلفل والتابل والكروية والثوم، باش نعطيو هريسة تونسية تراديسيونيل صحيحة متاعنا فاوحة والحارة. شاركنا في الكونكور دي برودوي دو تيروار ومرتي وخذينا بليزيوغ ميداي. الهريسة متاعنا الفود كواليتي لابيل خذت ميداي دور، الهريسة زادة العادية خذت ميداي دور، والهروس خذا ميداي دور. لو كونكور كان ظهر اللي حتى برودوي دو تيروار ينجم يكون مخدوم في اندستري، لكن لا روسيت تقعد تراديسيونيل اوثنتيك. الهريسة التونسية دونك باش تتسجل في اليونسكو كبرودوي ومنتوج تونسي بامتياز، وما تنجم تكون كان تونسية الهريسة بامتياز. والفود كواليتي لابيل opportunity كبيرة ويضمن الجودة العالية للهريسة والإنجريديون اللي فيها. دونك الهريسة التونسية عندها مستقبل مشرق في تونس وفي الخارج، وإن شاء الله نشوفوا الهريسة التونسية في كل طاولة في تونس وبرا من تونس.